فعلا يعني اليوم ما زال يتأكد بالملموس بأن انعكاسات أسعار المواد الغذائية والأساسية والغير الأساسية أثرها يعني متجلية على مستوى سير الاقتصاد الوطني. اليوم هناك يعني تضخم ركودي معالمه ظاهرة للعيان، أثره السلبية اليوم تشكل نقطة يعني خطر دائمة على مسار اقتصادنا وعلى مسار معالجة الملفات والقضايا الاجتماعية لعموم المواطنين. اليوم التفاوتات تتسع، اندحار الطبقة الوسطى إلى أسفل الدرك وحتى أصبحت تقارب الطبقة السفلى، الحضيض الاجتماعي لعموم المقهورين والمهمشين اليوم من الفقراء والبسطاء الذين يعيشون على الهامش. هذا الوضع الاجتماعي رغم الإنذار المتعدد لكثير من الفرق السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين ومن بينهم حزب التقدم الشرقي للحكومة، نجد أن الحكومة في السبات العميق. هذه الحكومة رغم إجراءات محدودة ومعزولة لم تقيم الوضع كما يجب، بحيث أن انعكاس ذلك امتدت إلى ما هو سياسي، يعني تدمر وسخط سياسي كبير لعموم المواطنين باختلاف فئاتهم. يعني وضع يندر بأن التوازنات يعني السياسية التي تشكل قوام استقرار هذا الوطن وأمنه وعيش المواطنين في سلم وسلام باتت معالم ذلك يعني تتأثر بالشكل الذي نرى الآن. يعني مشاكل متعددة يعانيها الجميع، الشركات والمقاولات يعني تتحدث عن إفلاسها، عن عدم مسايرتها للارتفاع الصارخ للمواد الأولية، وعلى رأسها على المحروقات التي تشكل النقطة الأساسية والمحورية في ارتفاع كافة المنتجات اليوم ببلادنا. لم تقوم الحكومة بأي إجراء ملموس في هذا الباب، علما بأن دعوات يعني إلغاء الضريبة على الاستهلاك أو وقفها لمدة محدودة وكذلك تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة سيشكل مخرجا من أجل تخفيض ثقل تكلفة المحروقات على كافة مناحي الاقتصاد الوطني. قس عليك أيضا مراجعة كثير من الرسوم المتعلقة باستيراد مواد أولية تدخل في خانة تحقيق الأمن الغذائي، وهنا نقصد أن الفلاحة المغربية التي أصبحت اليوم فلاحة تصديرية ولم تكن يعني في السابق كذلك، علما أن المواطن كان يعيش اكتفاء ذاتيا وكانت الفلاحة المعيشية تغطي أكثر من 60% من حاجية الفلاح الصغير والمتوسط الذي اليوم أصبح هو الآخر يذهب إلى السوق لتسوق منتجات فلاحية كالخضر والفواكه وغيرها. بالأمس كان ينتجها بحقله بشكل متواضع وتؤدي إلى أمنه واستقراره المعيشي. اليوم ركزنا على التصدير، أضررنا بفلاحتنا المحلية، لم تعطي قيمة غذائية لتغذية المواطن المغربي، فأصبح لن نغذي المواطن الأجنبي للأسف الشديد ونضر بالفلاحة التي هي صمام أمننا واقتصادنا. اليوم على الحكومة أن تقوم باستيراد، عوض أن تقوم الحكومة باستيراد للعجول والأغنام وغيرها بتخفيض الرسوم الجمركية والضريبية، كان بالأحرى أن تذهب نحو تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف المركبة التي الآن أصبحت أثمنتها مضاعفة ويعني مبالغ فيها بشكل خطير. ونحن على مقربة من عيد الأضحى المبارك نجد بأن أثمنة الأكباش ستكون بأثمنة صاروخية، وهذا يعود بالأساس إلى الأعلاف المركبة وإلى أثمنتها الخيالية وإلى الجفاف وعدم دعم الحكومة للفلاحين والكسابين في هذا الباب. غلاء الأسمدة أيضا، غلاء الأدوية التي تدخل في خانة يعني معالجة الأمراض يعني للبهائم والأكباش والمواشي وغيرها كذلك من الأدوية المتدخلة في الأسمدة العضوية وفي المركبات الكيميائية التي تعالج النبات والحيوان. اليوم على الحكومة أن تعي خطورة ما يقع وأن تلتزم ببرنامجها الحكومي التي جاءت بسقف عالي من التطلعات وبالأرقام. اليوم يتبين من ذلك وهم غير قابل للتطبيق، فعليها أن تجتهد وأن تستمع لنبض المجتمع، لنبض المعارضة البناء التي تقدم البدائل اليوم، عوض أن تحتج هذه المعارضة فقط سواء من داخل البرلمان أو فاعلين سياسيين وبينهم حيث تقدم شراكية بمكسبه السياسي وفريقه البرلماني، أن تستمع جيدا
لهؤلاء، وليس عيبا أن تأخذ من أفكارهم من ما يقدمونه من بدائل خدمة لوطننا، خدمة لشعبنا، إيفاء بالتزامات هذا الوطن في تحقيق الاستقرار والأمن الذي ننعم به ويجب أن نشد عليه بالنواجد. انتما كامين عام بشخص امين عام سنة بن عبد الله قام واحد الندوه صحفيه سابقا وبعث واحد الرساله الاخ نوش بخصوص هذه الازمه، هل كان الرد سريع بالنسبه لرئيس الحكومه؟ نعم، في هذا الاطار توجه حزب التقدم والاشتراكيه عبر المكتب السياسي برساله مفتوحه الى السيد رئيس الحكومه. ما زلنا ننتظر الى حدود الساعه جوابا من السيد رئيس الحكومه، علما بان ما قام به حزب تجمع الاحرار في رد على الحزب، نحن لم نتوجه الى حزب سياسي يعتبر حزبا من الاحزاب التي انت تراس الحكومه وكانت في السابق عضوا في حكومه سابقه، توجهنا لرئيس الحكومه كمؤسسه دستوريه لها صلاحياتها بالنظر الى الصلاحيات التي جاء بها الدستور 2011، فكان على السيد رئيس الحكومه ان يرد وأن بإيجاب وأن يستمع وأن ينصت وأن يأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به حزب التقدم والاشتراكية من معطيات بالأرقام تبين الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومن نصائح ومن كذلك مبادرات وحلول لتفكيك الأزمة ومعالجة الوضع القائم. عوض ذلك بادر الحزب إلى جواب عبر حزب التجمع الأحرار بجواب يتضمن كثير من السب والقذف والإهانات وكثير من التهرب والهروب إلى الأمام، وكذلك بعض الوجوه السياسيه للحزب التي خرجت لتسب حزب التقدم والشراكيه وتقزم من قيادته، عوض ان تكون لها نوع من الحكمه والتبصر فيما قدمه حزب التقدم والشراكيه، هي تتعامل بصبيانيه وباسلوب سياسي مقيت مع حزب عريق، حزب يخلد ذكرى الثمانين على تاسيسه ويلعب ادوارا فكريه وسياسيه بقوه اقتراحيه قل مثيلها منذ عقود وباعتراف كل الفرقاء السياسيين الوطنيين الغيورين على وطنهم، فما بال ذلك الا وان نرفع علامات التعجب والاستفهام من خلال ما يقوم بهذا الحزب وما تقوم به الحكومه، لنسجل بان اليوم في زمن البؤس السياسي للاسف الشديد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.